السلام عليكم، معكم طلال نقار. هاي المحاضرة رقم 3 بسلسلة النيفروباثولوجي. هاي المحاضرة حتكون المحاضرة الأولى اللي بدي أحكي فيها MCQs. حأعرض سؤالين بشكل سريع، ترسيخ للمعلومات اللي مرقوا عنا بالمحاضرتين الماضيتين. بيهمني اني تتذكر انكم تعملوا اشتراك بالقناة اذا اعجبكم المحتوى، وتشاركوا الفيديوهات على صفحاتكم حتى تضمنوا الاستمرار والنجاح ان شاء الله لهاي القناة. نبدأ بالسؤال الأول. السؤال بيقول: شو هو التركيب الكبي من التركيب التالية اللي ما بيتدخل بتنظيم الرشح الكبي أو برشح الكبي أساساً؟ هل هو الجلوميرول اندوثيليال سيل، الخلايا البطانية الكبية؟ هل هي البرايتال ابيثيليال سيل، الخلايا الظهارية الجدارية؟ هل هي البودوسايت، الخلايا القدمية؟ هل هي الميزانجيال سيلز، الخلايا الميزانجيمية؟ أو هو الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين اللي هو الغشاء القاعدي الكبي؟ راح أعطيكم، ممكن تثبتوا الفيديو إذا بدكم، 30 ثانية فكروا بالجواب، وحنتقل للسلايد اللي بعده، بعطيكم وقت تفكروا فيها. اللي حضر المحاضرتين الماضيات واضح انه الخلايا الجدارية الظهارية البرايتال سيلز اللي هي خيار بي ما لها علاقة برشح الكبي. طبعا واضح انه الغشاء القاعدي هو بالمركز، على طرفين في الخلايا الظهارية، وعلى الطرف الثاني في خلايا بطانية، خلايا الظهارية قصدي البيودوسايتس. الطرف الثاني البطانية الوعائية اكيد كله بيتدخل، هي ثلاث عناصر ورا بعضهم. اضافة للميزانجيال سيلز، الخلايا الميزانجيمية ما لها احتكاك مباشر مع الغشاء القاعدي او مع الخلايا مع بالرشح بشكل مباشر، لكنها بتنظم الخلايا الميزانجيمية، بتنظم عملية الرشح الكبي، لانه ممكن بتقلصها تغير من قطر الشعريات، وبالتالي بتغير من رشح الكبي. هلا هذا عم يشرح لك المثال، بودوسايت والجلوميرو اندوثيليال سيلز هن الحاجز. هون عم يشرح لك الفكرة انه الميزانجيال سيل بتنظم الرشح الكبي من خلال تقلصها، وهي بتفرز مواد بتقبض الأوعية وبتوسعها، وبالتالي بتغير من قيمة الرشح الكبي. البرايتال سيلز اللي هي الخلايا الظهارية الجدارية اللي هي بتبطن محفظة بومان من الداخل، هذه الخلايا لا علاقة لها بتنظيم الرشح الكبي ولا تتدخل بالرشح الكبي. هذه بتمنع تسريب البول أو الرشح، حقيقة السائل الراشح حول الكبة الكلوية، بتمنع تسريبه خارج الكبة الكلوية. إلها دور بالمرضي، لما ممكن تعمل سكارينج، ممكن تعمل ندب بالكبة الكلوية لما بتروح مثلا بالسكليروسس بالاف اس جي اس مثلا، الخلايا هي بتهاجر لداخل الكبه وبتعمل تليف سكار، ممكن نشرحه لاحقا بالتفصيل. وهي ممكن تكون مصدر بوتنشال ريزيرفر، ممكن تكون مصدر او مخزن فعال وارد للبودوسايتس. ننتقل للسؤال رقم 2. عندي مريضة عمرها 26 سنة عم تشكي من تورم بساقيها لمدة أسبوع. هذا التورم حدث بعد تناولها الايبوبروفين 800 ملغ 3 مرات يوميا لمدة شهر بسبب ألم بالكتفين. بفحص السريري ضغط الدم عندها 130 على 90. فحص الساقين أو الطرفين السفليين كان الوزمات عندها 3+، يعني هي أعلى درجة وزمات. بفحص البول في عندها البروتين كان 4+، يعني كمان هذا أعلى رقم. ما في دم. فحص البول 24 ساعة جمع الدقيق. كمية البروتين كان 10.8 جرام، وهذا رقم كبير، الطبيعي حتى 150 100 ل 150. ما كان في هيماتوريا، ما كان في دم بالبول. الكرياتين عندها 0.9، يعني الجي اف ار اكثر من 60. السؤال بيقول: بناء على الصورة السريرية اللي سمعتوها، شو هو المكان الأكثر، المكان الإصابة الكبية الأكثر احتمالا أنه يكون في إصابة؟ هل هي ميزانجيال سيل؟ نتذكر أنه الـ IgA نيفروباثي مثلا أو النيفرايتس بيكون إصابة ميزانجيال سيلز. هل هي الجلوميرول بيزمنت ميمبرين مثل متلازمة ألبورت مثلا؟ هل هي الجلوميرول اندوثيليال سيلز اللي هي الإكلامسيا؟ الإكلامسيا بيصيب مثلا الجلوميرول اندوثيليال سيلز، الخلايا البطانية الكبية. هل هي البرايتال ابيثيليال سيلز اللي الـ RBGN اللي هنشوفها لاحقا بتكون جزء مهم من الإصابة بالبرايتال سيلز؟ أو هي البودوسايتس اللي مثلا المينيمال تشينج ديزيز أحد الأمثلة.
الصورة السريرية اللي مرقت معانا هي شابة جايبة بيلة بروتينية صرفة نفروتيك رينج بنسميها أكثر من 3.5 جرام، يعني بدرجة النفروز، إضافة عندها وذمات وبالتالي بتحقق معايير النفروز لأنه في عندها وذمات وفي عندها بيلة بروتينية، وأنا واثق لو عملنا تحليل الألبومين حيكون منخفض عندها بالدم، فهي عم تحقق بيلة بروتينية صرفة. أعطيكم 30 ثانية وبتفكروا بالجواب. الجواب طبعا هو البودوسايتس، هذه بيلة بروتينية صرفة نفروتيك رينج مع نفروز، حقيقة في نفروتيك سيندروم، في متلازمة نفروزية عندها. المكان الأشياء أول شيء احتمال التشخيص الأكثر احتمالا وأكثر يعني توقعا أنه هي غالبا عندها مينيمال تشينج ديزيز، ممكن يكون محرض بالانسيد، الانسيد هي بتاخذ ايبوبروفين ممكن يعمل مينيمال تشينج. العلامه الفارقه انه في عندي نيفروتيك سيندروم، ما في عندي هيماتوريا، فمكان الاصابه الرئيسي هو البودوسايت. تذكروا انه لما في شيء اسمه البودوسايتوباثي اللي هي بتعمل بروتينوريا بدون ما يكون في هيماتوريا، خمس تشاخيص تفريقيه ذكرت لكم اياها دائما لازم تكون ببالكم، اللي هن المينيمال تشينج ديزيز اللي هي غالبا عند مريضتنا، او الاف اس جي اس او المينيمال تشينج. الاف اس جي اس بيجي بالاعمار الاكبر حوالي يعني مش بيجي بال 25 ل 35 تقريبا باعمار الشباب، خاصه عند الافريكان امريكان او البلاك، هون بامريكا ربما هي عمر الشباب عموما حنحكي عنها لاحقا. الممبرينس اللي هو التهاب او اعتلال الكبب الغشائي بيجي باعمار اكبر حوالي ال 40 لل 50 60 تقريبا. السكري بيصيب كل الاعمار طبعا، بس نحن نحكي عن النمط الثاني مثلا. اضافه للتشخيص الخامس التفريقي هو الميلوما، الميلوما لما بيعمل اميلويد بيساوي نفس الصوره اللي هي الماسيف بروتينوريا وذاوت هيماتوريا، بتكون حوالي الاعمار بال 50 لل 60 تقريبا. المميز مثلا لما اذا بتنتبهوا الخيار اللي هو الاكلامسيا، الاكلامسيا بيعمل بروتينوريا بدون هيماتوريا عاده، بس مكان الاصابه هي ما هو البودوسايت، هذا هو الاستثناء الوحيد حقيقه، بيكون مكان الاصابه فيه هو الاندوثيليال سيلز، والعلامه التشريحيه المرضيه المميزه لها اسمها اندوثيليوسيس، هنحكي عنها بيوم من الايام. هون عم يشرح بقية الخيارات، عم يذكرنا بأنه إصابة الغشاء القاعدي أو إصابة الاندوثيليال سيلز أو حتى ميزانجيال سيلز بيعمل أذية، بيعمل هيماتوريا، وفي غالبا بيكون معها ديسمورفيك إريثروسايتس اللي هي الكريات الحمر المشوهة، هي علامة للإصابات الكبية اللي حنحكي عنها لاحقا. يعني بروتينوريا لحالها لتشخيص تفريقي، بروتينوريا مع هيماتوريا لتشخيص تفريقي ثاني بقية الأمراض. عم حاول أقول هون وحدة وحدة مشان ما أقول كل المعلومات دفعة واحدة وبالتالي ما تتذكروا شيء. البرايتل سيل ما لها علاقة بهذه الحالات. البرايتل سيل مثل ما قلنا بالسؤال الأول هي بتعمل سكارز وإلها بالسكليروسس مثلا بالإف إس جي إس، أو هي مركز تشكيل الكريسنس اللي هي الأهلة. هيك بيكون خلصنا السؤالين، ربما هو مراجعة سريعة، هي تجربة أولى بالإم سي كيوز، ما بعرف إذا عجبتكم، أنا بتمنى أسمع رأيكم وتعليقاتكم، ممكن نعدل أو نزيد أو ننقص حسب ما يكون مناسب لإلكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولا تنسوا نشر الفيديو، وحسب تفاعلكم إن شاء الله بنكمل بالمحاضرات التالية. السلام عليكم.